احنا هنا بنصنع الورق الفلوسكاب، بنمجز ونفرد وبنكيسه وبنبيعه للتجار وبنبيعه للمستهلك عادي جدا. طب احكي لنا بتصنعه ازاي؟ احنا الاول بنجيبه ابيض وبنقصه رزم وبنعده 500، نبعته لمكان تاني بقى في مكنه اللي هي بتعمل له السطور اللي هي الريجه، اسمها ريجه، هي اللي بتسطره كده ويرجع لنا تاني. وبعد ما يرجع لنا احنا بقى بنبدا نعده عدد معين، 80 فرخ 90 فرخ حسب ما الزبون عايز، وبنعمله بنفرد ومجز. الورق بيجي لنا كبير واحنا بنقصه على نفس على المقاس بتاع الامتحانات، ورق امتحانات بيبقى 32 في 21 او 20.5. المكبس ده حوالي 100 كيلو 200 كيلو عشان يتقل على القصه، لان لو ما تقلش على القصه هتسحب وتبوظ تبوظها على طول. كده خلاص، كده على كده على الاخر. كده يعني انت بتتكلمين عن المذاكره، ممكن واحد يشتري كشكولين ثلاثه يذاكر فيهم، اما يشتريش الورق المسطر يذاكر فيه، انما في الدروس لازم ورق مسطر اساسيه في الدروس. ايام الامتحانات بياخدوا الورق ده عشان يمتحنوا فيه، وفي مصالح حكوميه بتاخده برضك عشان شغلهم برضك كتير، يعني ده ب 11000 جنيه الطن. ب 11000 جنيه وبنجيبه بقى احنا بقى ونفنطه بقى احنا بمعرفتنا بقى. الدسته ب 6 جنيه ويبقى فيها 80 فرخ 80 ورقه، يا اما 40 ميجو واستعمل برضه العدد 80. في ناس بتبيعه ب 6 جنيه وفي ناس بتبيعه ب 4 ب 5 جنيه وفي ناس بتبيعه ب 4.5، مش كله يعني. الورق اللي هو الفاخر بنبيعه احنا ب 4 جنيه ونص ب 5 جنيه. طب ايه المشاكل؟ ايه المشاكل اللي بتقابلك طيب بالنسبه للورق دلوقتي في الشغل؟ مشاكل غاليه. لما بتيجي تعرضي واحده مثلا في المزارس ولا بتاع بتقول لها دي ب 5 جنيه، ليه ب 5 جنيه؟ تقول لك ب 5 جنيه ليه؟ تقدري تقولي كده غليت حوالي 40 50% عن الترم الاولاني. احنا الحاجه بتغلى علينا كل اسبوع. ممكن تنقرض، تيجي عليها اليوم وتنقرض، بس طول ما فيه كشكول وكراس هي شغاله.